السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طلال وطلور، رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو اليوم هو أسئلة وأجوبة، بس قبل لا نبدأ الفيديو، اللي أول مرة شوف قناتي خاصة في الحيوانات، بس حاليا ما في إلا طيور، بس بإذن الله في المستقبل بتشوفون حيوانات جديدة. مقطع اليوم زي ما قلت لكم أسئلة وأجوبة، نزلت في التيك توك، أعطوني أي سؤال وأنا بجاوب عليكم في اليوتيوب، وجتني أسئلة كثير وبجاوب عنها. يعني في أسئلة كنت أبيها تجي عشان أتكلم في الموضوع، في موضوع السؤال اللي أعطوني إياه، وأكثرها يعني يقولوا 300 وكلها متكررة، يعني أكثرها متكررة، يقولوا يعني جاني حول 150 سؤال اللي هي مختلفة. أول شيء خلنا نبدأ قبل أن نخش في الفيديو، نبدأ برسائل الحب اللي بحطها لكم هنا حوالي الفيديو، بحط لكم رسائل الحب، ما شاء الله رسائل الحب كثيرة. وخلنا نبدأ أول سؤال، أنتم بتقعدون عاقلين ولا رجعكم القفص؟ أول سؤال يقول متى بديت الطيور وشنو أول نوع طير ربيته؟ لا أول نوع ربيته الروز، وكان لونه أخضر، اللي قلت لكم عليه القصة اللي خسرت فيه الروز، كنت تكلمت فيها في تيك توك، بحط لكم صورته هنا. السؤال هنا يقول متى بديت تربية الببغاوات وليش تحبهم؟ تقريبا نفس السؤال، ليش أحبهم؟ والله أنا ما كنت أحب الببغاوات ولا أحب ملمسهم، ما كنت أحبه. اللي خلاني أحبهم واللي خلاني أربيهم أجرب تربيتهم عبد الرحمن ولد خالي، هو اللي قال لي ربي الروز، وربيته من بعدها خلاص علقت فيهم. طبعا ربيتهم في 2018 ولين الحين وانا معهم. انا عندي باجي بس ينزف، الاشياء البيطريه مالي فيها، يعني اعرف اشياء بسيطه يعني قد صارت لطيوري، يعني اعرف اعالجها، يعني قد مرت علي اكيد اعرف علاجها، بس اشياء بابا وابغى اعالج طيري ما اعرف هذه حركات. وخر طلال انا عندي روز شرب حليب وعجبه عادي؟ لا، الحليب ما ينفع للطيور مرة، حليب ما ينفع لهم مرة لأن تستاهل. هم طلعوا من البيضة ما يعرفون شيء اسمه حليب، وأمهم ما تأكلهم، ما يعني ما تأكلهم حليب، تأكلهم حب. مرة الطيور ابعد عنهم حليب عشان لا تخسر طيرك، لا تأكله، لا تشرب حليب. كيف أخلي طيري البادي هدد؟ تكفى رد يا حبيبي، الهدد لازم يكون يعني الطير تقريبا وهو صغير وتبدا معاه التدريب، لاني انا قد جربت اشتري طير غير اليف وحاول اخليه اليف ولا قدرت، لكن الصغير تشتري من يوم صغير خلاص، بس اللي عليك ما تتعب معه في التدريب، بس تاكله وتناديه بس، واول ما يطير يصير متعود عليك. السؤال اللي بعده كاتب كم سعر الروز وايش اسمك وكم عمرك؟ اسعار الروز تختلف، كل بعد فتره تزيد وبعد فتره تنزل، حاليا من 200 الى 300 الى 500 الى 400 ريال الاسعار الحاليه، يعني على حسب اللون. اسمي طلال، عمري 22 سنة، محتارين بين الروز والكروان، وش رايك؟ الروز والكروان طبعا انا مربيهم الاثنين، بس اللي حبيته مرة من جهة الصوت من جهة الادب الكروان. وش اسم اول طير شريته؟ الروز الاخضر. الروز الاخضر هذا اللي بحط لكم صورته مرة ثانية لان احبه مرة، هذا اول طير ربيته وكان يعني اليف مرة علي، لدرجة انه اول ما يسمع صوتي ينطلق ويجيني اناديه روزي. افضل الكروان ولا الروز؟ رديت عليه في السؤال اللي فات، فأعرف الذكر والأنثى في طير الروز، حطيت لكم شرح في التيك توك لكن بعيد لكم إياه، بحط لكم فيديو عشان تفهمون أكثر. السلام عليكم. طبعا هذا كاتب لي كيف أفرق بين أنثى الروز والذكر. في واحد رد عليه في الكومنتات قال له تحليل دي إن إيه. طبعا هذه أفضل طريقة اللي هي تحلل دي إن إيه، بس دي إن إيه يطول وبالنادر تحصل الناس يحللون لك دي إن إيه، بس بما اني ربيت الروز 4 سنوات اعرف افرق بين الذكر والانثى، بس ما يمديك تفرق الا بعد عمر سنة. خلونا نبدأ بانثى الروز. طبعا انثى الروز بعد عمر سنة تبيض لحالها، تبيض بيض يعني فاسد، واذا باضت لحالها اعرف انها انثى وجاهزة للتزاوج. والطريقة الثانية تعرف فيها الانثى بوريكم فيديو. طبعا هذه الطريقة الثانية، اذا جيت بتمسكها تفك جنحتها. عاد نجي للذكر، الذكر نفس الشيء تعرفه من حركة واحدة، يجي على يدك يسوي ذي الحركة. وطبعا هذا اللي على كتفي ذكر، عمره ما شاء الله 4 سنوات. خلونا اوريكم فيديو له. طبعا هذا هو شو يسوي نفس الحركة. كذا يكون انتهى الفيديو، وان شاء الله فهمتوا من الشرح. اذا تبي تعرف باسرع يعني قبل السنة، تبي تعرف هذا ذكر ولا انثى، ما في الا تحليل دي ان اي. العظمة، حركة العظمة الحوض انا ما نسبتني، ما عرفت احدد فيها. الاضمن انك تحلل دي ان اي. يقصد في السؤال هذا انه يحط العش، يحط خيوط في البياضه او يخليهم هم يحطونها بنفسهم. طبعا انا افضل انهم يحطونها بنفسهم عشان اذا حطوها بنفسهم هم يعني يكونون جاهزين للانتاج.
انا عندي روز مو اليف، ما يعض بس يخاف كيف اروضه. اذا كان ما يعض بس يخاف هذا طلع كثير معك، وحاول انك تاكله من يدك باذن الله انه يعني يكون اليف معك بعض يعني مع الوقت مع الاستمرار. بس انا افضل انك تاخذ هو صغير على طول يكون اليف معك. انا عندي 5 طيور، في واحد حامل جاب بيضتين وكلهم بنفس القفص. كل عنده خمسة طيور وفي منهم يعني انتجوا. لازم تطلع ذول المنتجين الذكر والانثى تحطهم في قفص خاص فيهم عشان تحافظ على البيض، لا تخليهم في محل واحد الا اذا كان محمية كبيرة ما عندك اي مشكلة. سؤال، كيف تقدر تعرف مدى صحة الطير قبل الشراء واذا كان تعبان؟ هذا سؤال مهم صراحة. كيف تعرف الطير اذا كان تعبان؟ الطير يكون زي يعني في خمول ولا يصفر، وبعض الاحيان تلقاه ما يوقف على المجسم، يوقف تحت في القفص. هذا الطير لا تشتريه. اما الطير اللي تشوف حركته كثيرة ويصفر اصلا يبان معك، تشوف الطير يصفر حركته كثيرة هذا خذه، لكن الطير اللي ما تشوفه يصفر وجالس الحالة وحداني هذا خله. هل باجي يموت الكروان؟ هل باجي يا كيف هذا؟ هل باجي يا يموت الكروان؟ يعطيك العافية على المشاركة وشكرا لك. ايش سبب تكاثر دجاجك؟ يقصد اللي عندي، والله الدجاج ما عنده وقت انتاج ولا عنده جو انتاج، بس اللي عليه عطى اكل. الدجاج بس عطى اكل ويتكاثر. ولا مرة احد يجي اسألك ليش تربي طيور؟ يعطيك العافية على المشاركة ونشوفك في مشاركة اخرى. هل في احد نصب عليك في الطيور وقول السالفة؟ يقول يعني قد رحت محل ولعب عليك في الطيور وقول السالفة. دقيقة بس اودي ذولا، بس غطوني طفشوني يا شيخ، خلني اشوف وين وصلت اصلا. اللي قال لي قد رحت محل طيور ولعب عليك فسعر خالي، قد يعني قد خش قبلي في الطيور واعطاني الاسعار، وهو اللي ارسلني على ذا واروح اشتري منه. او من بعدها صرت يعني اقرا عن الاسعار واشوف الاسعار، يعني ما حد قد غشني الحمد لله. يعني مو انا اللي خشيتها، يعني قد سالت ناس فاهمين في الطيور قبل اخش في المجال هذا. عشان كذا يقول لك في اي شيء بتدخله وانت تكون جديد اسال. هذا يقول انا عندي باجي ما يحبني، ما ادري ليش، واكلت بيدي ما يبغى. طبعا هذا تلقاه انه يعني خذيته مو بأليف ومو متعود على البشر. اذا كان مو متعود على البشر مستحيل يتعود عليك. وش دي البواري يا شيخ؟ هذا سؤال وش يقول؟ انا عندي باجي ذكر وانثى، شريتهم حطيتهم مع بعض ودخلت الانثى العش تطلع. المهم بحط لكم السؤال هنا واقرا. شوفوا والله انتاج البادجي انا فشلت فيه، واي انتاج انا افشل فيه الى الان. عندي خبره في الانتاج، بس باذن الله اذا صارت عندي خبره بفيدكم. الحين ما اقدر افيدكم لاني انا ما قد انتجت. يقول هذا ليه دائما اذا في طيرين وفي واحد مات لازم الثاني يموت بعده؟ زي تقول الوحده، الطير قاعد لحاله يموت. هذا دائما تصير في طير البادجي على ما اعتقد، اذا مات واحد يلحق الثاني. لازم تكون يا تجيب له تلحق له بزوج ثاني، او اذا كان اليف تصير تطلعه معك، يعني تصير تلعبه وما تخليه يحس بالوحده. اكبر طير ربيته الى الان الكروان. هذا اكبر طير ربيته. كم مده تحضين البادجي؟ من 20 يوم الى 24 يوم حولها. انت كم طير عندك؟ 7 باجي، 1 روز، و2 كروان، و2 زيبرا. طريقة ترويض الباجي، طبعا الترويض قلت لكم لازم تاخذه وهو صغير. كم لك في تربية الطيور من 2018؟ ايش اللي حببك في الطيور؟ ولد خالي. حاولت تربي قطط؟ قد كان عندي. من متى تربي طيور؟ من 2018. هذه اللي اقول لكم متكررة. بالله تكفى، صور حمام. شكرا على المشاركة ويعطيك العافية. ليه أنت تحب الطيور؟ هذا كتبها مرتين. كيف بدأت في تربية الطيور؟ اشتريت فرخ روز وبعدها حبيت الطيور. كم كان عمرك من يوم بدأت تربي حيوانات والطيور؟ أخوك من البحرين. كان عمري 18 سنة من بدأت أربي الطيور، والسبب اللي خلاني أربي الطيور من كنت صغير كنت نفسي أشتري طير، نفسي أربي طيور، نفسي أربي حيوانات، بس أمي ما كانت تحب الحيوانات مرة. تقول لي إذا تزوجت وصار عندك بيت ربي طيور. قلت لها طيب. وخلاص من تزوجت وصار عندي بيت بدأت أشتري حيوانات وأصور. كم لك سنة تربي طيور؟ 18 19 20 21، 4 سنوات. متى تكون أنت الروز جاهزة للإنتاج؟
بعد عمر سنة. أنا أفضل إنه يكون بعد عمر سنة، هي تقريبا بعد 8 شهور، بس أنا أفضل إنه يكون بعد عمر سنة. عمرك قد ربيت طير وكانت صعبة تربيته؟ وش هو الطير إذا كان فيه؟ الطير اللي ربيته وكان صعبة تربيته درة، وبإذن الله لي تجربة معه مرة ثانية، لأني كنت مبتدئ ذيك الأيام وربيته ولا عرفت أربيه، وصار يعضني وكرهت، بغيت أكره الطيور بسبة الدرة الهندي، لكن بإذن الله برجع أربيه وأعلمه على الهدد الخارجي. من وجهة نظرك تربية الطيور ممتعة ولا لا؟ والله صراحة ممتعة جدا جدا، بالذات إذا بدأت في الهدد الخارجي. شيء غريب إنه يكون عندك حيوان يطير ويرجع لك، والناس ترى بعد تستغرب كيف ترميه ويرجع لك، يعني قد أخذته كم مرة استراحة وفكه، أنت بلا يهرب أنت بلا يهرب، ويرجع يقعدون يطلون فيني والله يرجع لك وحركات. أقول لهم مش عرفكم يا أبوي أنا مدرب. هل تعاني من وساخ الطيور؟ والله عاني، والله عاني بقوة، بس حاليا أنا اللي أسويه غلط حط لهم سفرة، أبدل السفرة. هي غلط إنك تحط سفرة، يقول لك عشان البكتيريا، بس أنا غيرها شبه يومي. الصح إنك تحط جريدة تكون وساختهم في الجريدة، أول ما تخلص من الجريدة ترمي وساختهم في الكيس، يعني يكون أسهل لك في التنظيف. بإذن الله بسوي عليها شرح. مين يعرف واحد عنده طيور تبني في البحرين؟ بحط لكم حسابه، واللي عنده طيور تبني في البحرين يرسله. في مسيرتك في تربية الطيور كم طير مات عليك؟ عندي صلعون اللي يتذكر في السناب، إن شاء الله ألقى لكم صورة وحط صورته، وعندي الروز الأخضر بحط صورته، اليوم حطيته 3 مرات في المقطع. روز أبيض بحط لكم صورته إذا لقيت، أول مرة ربي ألبينو وآخر مرة كانت ذاك مات من البرد، حطيته ما كنت أعرف يعني مرة، وحطيته مو أنا أعرف إنه يموت طيور، مو بزين تحط لهم مكيف، بس حطيته عند الباب وكان ينفك الغرفة ويتقفل، مات من البرد الزبدة ذا. وقد مات علي 2 باجي، يعني والله كثير. متى بدأت تربية الطيور وليش ربيتها هي عن باقي الحيوانات؟ حيوان ربيته روز، بعدها خشيت في الطيور، عجبني المجال هذا ممتع جدا، بس بإذن الله بشتري السنجاب. تعرفون السنجاب الطائر؟ بحط لكم صورته هنا، والله اني بورط نفسي في المونتاج، بس يلا صورة هنا. بإذن الله بشتريه، بشوف له وقت، يمكن اشتريه على 20,000 متابع اشتري السنجاب. كم لك في مجال الطيور من 2018؟ عندي زوج روز، كيف اخليهم ينتجون؟ ايش احط لهم؟ وكم اخلي درجة الحرارة؟ درجة الحرارة لازم تكون من 24 ل 26، والافضل شيء انك تكون 24، واللي تحطونهم يا ساعة في نخل او نشارة خشب في الحضانة، وتحطهم في مكان مرتفع، تكونوا في محل هادي بعد. وهذا يقول كيف اعرف انثى والذكر من الكروان؟ من التصفير والعلامة الدائرة اللي في خده، هذا اللي وصلني. انا ما اعرف كثير، بس اللي سمعته الدائرة اللي في خده تكون غامقة هذا ذكر، اللي تكون فاتحة انثى، واللي صفر يكون ذكر، والانثى ما تصفر كثير. هل احد حفزك على تربية الطيور؟ صراحة مطوع يعني كنت اتابعه، كان عندي طير واحد بس، وصرت اتابعه، وهو اللي خلاني اخش في مجال الطيور. مين تحب، المتابعين ولا الفلوس؟ واو، هذا السؤال كان مين ينساه؟ كان ينساله مجرم جيمز، والحين صرت انساله. يا الله، صراحة طبعا المتابعين، الفلوس تروح تجي، بس المتابعين اذا راحوا ما عاد يجون، شفت كيف؟ كم عدد الطيور اللي عندك؟ قلتها في السؤال اللي فات صح؟ 7 8 9 10 11 12، كانوا 17 الحين صاروا 12. ارخص طير واسهل في التعامل وكويس للمبتدئين؟ الروز والكروان. كيف اربي الطير وعود عليه وهو كبير؟ والله صراحة بتتعب وتعاني، ويمكن ما يتعود معك وتكره الطيور، خذه وهو صغير. طبعا يا شباب قهر مقاطع التصوير وانا اتكلم، بس طار تقريبا، قعدت اتكلم حوالي 7 دقائق او 8 دقائق زيادة، والجوال وقف التصوير. طبعا انا اصور من الجوال، متعب التصوير بالجوال، بس بإذن الله بشتري كاميرا قريب، لان خلاص الحين انا وصلت 10,000 متابع تقريبا، ومقطع 10,000 بيكون بطلع الطير الاصفر هذا بخارجي. سبحان الله جاء كذا على وقته، بيصير مقطع 10,000. زعلت ترى في التصوير الحين، شوفني بيه تنكت لانه وقف علي وانا اتصور، والله تكلمت كثير. المهم بخلي فيه جزء ثاني للأسئلة هذه، لانه حول 300 سؤال، ما اقدر اخلصها في هذا المقطع، بيطول المقطع ويصير ممل. بمنتج هذا بعد ما انزل المقطع، ببدا اصور الجزء الثاني.
وشكرا على الاشتراك في القناة، وخلنا نوصل 10,000 في أقرب وقت بإذن الله. بعد هذا المقطع بشوف 10,000 مشترك، وشكرا على 1000 لايك. قلت أبي 1000 لايك في المقطع حق الهدد وجاني 1000 لايك، 14,000 مشاهدة. صراحة أشياء أتعب ونشكر عليها. طبعا زي ما قلت لكم بخلي فيه جزئين للأسئلة هذه، لأنها بالطول حول 300 سؤال. وبس لين يكون انتهى المقطع، ان شاء الله المقطع نال اعجابكم، وخلنا نوصل 10,000 في اقرب وقت عشان تشوفون مقطع الهدد الخارجي مع الكروان الاصفر. ان شاء الله ما يهرب علينا، بس بصوره باذن الله. والسلام عليكم.